قلنا الاسم له وظلنا على فين سافر في قدام شحال من سنه قدام احنا سبعة وسبعين جينا اليوم مع 8 ونص الصباح باش ندخلوا ما لقينا حتى شي واحد حابسين علينا هاد الناس هادو قلنا بدلوا الناس اللي في السيكوريتي ديال لوطيل الناس اللي كانوا قدامي تما خرجوهم جبنا السيد لويسي راح درنا معاه سميتو سجل الوقائع من بعد 11 ونص عيطوا لنا الناس المدير العام ديال الشركه هضرنا معاه سولنا على الوضع وداكشي قال لك اودي انا بحالكم ما عندي ما ندير لكم هاد الساعه راه ما غاديش نحلو وما غاديش نسدو ما علموكم قبل ما لا قبل علمونا هادي واحد الشهرين قال لنا راه ممكن من بعد لا بونديمي ان شاء الله راه يمكن حنا ما غاديش يكون عندنا باش نخلصوكم الى سال الدعم حنا راه ما عندنا ما نعطيوكم لان الناس اللي موالين شي ما باغيين يعطيونا والو ما باغيين انفيستيو باقي حتى شي ريال دابا حنا كنتسناو جينا جلسنا معاهم نفس الهضره اللي قالوا لنا ذاك النهار قالوا لنا اليوم حنا ما عرفنا دابا شنو غادي نديرو هادشي اللي عطى الله شحال انتم العدد شحال حنا غير لوطيل ديالنا 76 واحد قليز كاينين هنا الناس ديال لوبيرا وكاينين الناس ديال المناره وكاينين الناس ديال اوكدال كلهم راه كاينين هنا كيتسناو تقريبا يدخلوا يشوفوا مع المدير العام السي العرجة ويشوف اش غيديروا معاه حتى هو وغالبا غتكون نفس الهضره سير استاذ عندنا الوقت شكون قال لك كل شيء السلام عليكم حنا المناديب ديال فندق رياض نيزادور جيليز يونيتي تابعين لمجموعه ديال الشركة يعني لا سوسيتي دي زيكسبلواتاسيون دي زوتيل مودادور اللي تابعة إنا القابضة إنا هودينغ ديال الشريك الله يرحمه جينا اليوم ما عرفتش المهم جينا يعني تفاجئنا لأنه لقينا سميتو فندق مسدود يعني مسدود مطرق والشركه ديالنا تقولنا بان هي المهم يعني بان الفندق تابع لشركه اخرى هي تدير غير لا جيستيون والناس ديالهم راه جاو استولوا يعني بحال اللي تيسدوا الفندق وحنا دابا تنتسناو الوضع ديالنا كاين الناس هنا يعني حنا مجموعه هنا في مراكش كاينين سته ديال الفنادق اوبيراسيونيل من غير اللي تسد شحال هذه سته ديال الفنادق اوبيراسيونيل ومجموع ديال الشغيله تقريبا غير هنا في مراكش تكون واحد لي تيتولير اللي بقاو هنا الناس اللي بقاو مرسمين ماشي لا سوسيتي كي كانت خدامه واحد 540 ولا 530 ديال الناس المهم بالنسبه لنا كانت صدمه كبيره لانه ما كناش تنتظروا هذه الوضعيه هذه ولكن هادشي اللي وقع حتى يعني استدعينا ناس فهمتي استدعينا ناس وقلنا استقبلنا المدير ديالنا اللي تابع لا سوسيتي دي زيكسبلوسيس قلنا قال لك اودي الوضع دابا راه مخرج تشوف بين الشركه اللي مزاد واحد العدد ديال السنين تخبط وما وصلتش يعني بحال قلتي ما قداش ما عندهاش باقي القدره باش تستمر علما ان هي شركه راه تابعه العظمى ديال الشركه الهولدينغ ديال ان راه معروف ما عرفناش حتى ما عرفناش يعني قلنا لهم شنو هو المصير ديالنا علاش المصير ديال هاد 540 خدام حتى الان ما عندناش شي جواب قال لك اودي السيد اللي مكلفينا قال لك اودي حتى هو ما عندوش الجواب الجواب فين غادي نلقاوه اشنو هو المصير ديال هاد الاسر هاد اللي تيتسناو دابا راه ماشي راه كل واحد ضرب في الاسره كاين اللي عنده ثلاثه الدراري اربعه الدراري والشركه راه كاين اللي عنده 20 سنه 18 سنه وكاين اللي عنده 20 سنه 18 سنه اغلب الناس عندهم هنا ملتزمين بدو بكريديات اللي كانوا تيشدوها فاش كانت القضيه غاديه ولكن ما عطاتنا دابا حتى شي وثيقه بان حنا موقوفين ولا سميتو راه واقفين وصافي ما عارفينش حتى واش موقوفين عند العمل وما عارفينش المصير ديالنا لحد الان مازال ما عرفناش كيف كنتمناو حنا راه كنتمناو كنلاجئوا السلطات كنلاجئوا جميع المنابر الاعلاميه باش تلقى لنا حل اللي تلقى لنا حل في هذا الوضع اللي تيبان لي انا وضع مأساوي صراحة مأساوي بالنسبة للناس اللي كاينين هنا وبالنسبة انا شخصيا انا يعني دوزت
20 سنة في هذا كبرت في هذا الشريط. أنا شريط يعني الله جيت سنة كبر تجوز دراري عشان أول ما صرت صافي كيف عاودنا الاخر اش كتب. كنشكر اولا المنبر الاعلامي ديالكم ديال كيش بانكات على التواجد ديالو في هذه النقطه عادي. فعلا تواجدنا الصباح في العمل جينا للعمل ديالنا عادي، لان الدعم غادي يتسالى في شهر 6 كي كيعرفوا كاع المغاربه. جينا بنا لقينا البواب مسدوده ديال لوطيل، حاطين سيكوريتي ناس بريفي جابوهم لهنايا، ما عرفناش وين هاد الناس يتاخذوا معنا الاجراءات وصافي. اش كاين يكتبوا لنا ايكري ولا شي حاجه باش حنايا نعرفوا نتجهوا عاوتاني للسلطه ولا نشوفوا واش نديروا باش تحل الوضعيه هذه، ولا يعطيونا الفلوس ديالنا اللي كنستحقوا ديريكت. الفلوس كما هي، داكشي اللي عطينا القانون يعطيوه لينا وحنا نشوف في حالاتنا، ما كاين حتى مشكل. هادشي اللي كاين اخويا، ونتمنى التوفيق لكم ان شاء الله. شكرا.